مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج دروب الهدى. في هذه الحلقة نتحدث عن أهم الوقفات والتأملات التي يمكن أن نستخلصها من سورة التطفيف. معنا فضيلة الشيخ محمد الحميد، الملقب صاحب العلم، مدرس القرآن والسنة في مدينة الأحساء بالسعودية. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك في البداية. حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. أذكر السادة المشاهدين أننا في هذه الحلقة يسعدنا أن نستمع إلى أسئلتهم واستشكالاتهم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة ليجيب عليها فضيلة الشيخ في ختام الحلقة. في البداية لو شرحنا للسادة المشاهدين أهم المحاور التي تحتوي عليها سورة التطفيف، ووضعناهم يعني يمكن أن نعتبرها مدخل لفهم هذه السورة ولمعرفة أهم ما تحتوي عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أهم الأمور هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنصح للمسلمين. هذه مسؤولية كل مسلم، وهي مسؤولية أشرف الخلق، وهم أنبياء الله الذين اختارهم واصطفاهم، فبعثهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم ترك هذه المسؤولية على المسلمين أن يقوموا بها وأن يتناصحوا فيما بينهم. وفي الحديث الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ووسائل الدعوة متعددة، ومنها لا شك أن من وسائل الدعوة ما هو الآن متاح للمسلمين، فيمكن أن يستخدموه في الخير، كما أن أهل الشر وأهل الفساد يستخدمونه أيضا لإيصال رسالتهم، فللمسلمين كذلك أن يستخدموه وفق شرع الله سبحانه وتعالى. لأن الناس صارت الآن أغلبها متوجهة إلى هذه الوسائل، وسائل الإعلام، وسائل الاتصال، فيجب كذلك على أهل الخير أن يدخلوا من هذا الباب ليوصلوا كذلك رسالتهم إلى الناس. وكذلك لا ننسى أن نشكر أهل الخير الذين أيضا كان لهم دور في مثلا الدخول أول قبل غيرهم، فلهم أيضا فضل، وأيضا سعوا للدعاة ولأهل العلم أن يوصلوا رسالتهم من خلال هذه الوسائل، فنشكرهم ونتمنى لهم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم أحسن الجزاء. نعم، هذا عن كمقدمة، لكن ماذا عن أهم المحاور التي السورة قسمتها إلى محاور ثلاثة. يمكن أن نقسم ما تحتوي عليه هذه السورة المكية إلى المحاور التالية. الأول بيان حال الناس في الموازين والمنازل الأخروية، فهي متفاوتة. المحور الثاني هو تهديد المطففين والمكذبين. المحور الثالث تأنيسا للمؤمنين المستضعفين. والمحور الأول وهو، اسمح لي فضيلة الشيخ أنا أقرأ على الأخوة المشاهدين بعض هذه الآيات، أولا تبركا بها، ثم حتى أيضا يساعد ذلك في فهم ما تذكرونه من حوار عن هذه السورة. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، جزاك الله خير وبارك الله فينا وفيك. لا شك أن هذه السورة من أعظم سور القرآن، وهي أيضا التي سنتناول في هذه الجلسة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا أن هذه السورة تحت، ذكرنا أننا يعني سنركز على ثلاث محاور منها. المحور الأول التركيز على بيان حال الناس في موازين والمنازل الأخروية. ذكر الله سبحانه وتعالى حال الناس وما كانوا عليه من تطفيف الكيل والميزان، وتوعد الويل، هذا ويل للمطففين، الويل هو طبعا واد في نار جهنم، توعد الله به المكذبين المطففين. وهذا الوعيد الشديد جزاء لما صنعوا، لأنهم بخسوا المكيال والميزان ونقصوا حق غيرهم، فكان جزاؤهم أن يعذبهم الله بهذا العذاب الأليم. الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونا يوفون لأنفسهم، أما إذا باعوا لغيرهم فإنهم ينقصون، وهذا لا شك أنه من الظلم الذي نهى الله عنه، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان. وإذا كالوهم، وإذا باعوا الناس مكيلا أو موزونا ينقصون في المكيال والميزان، فكيف بحال، هذا حال المكذبين الذين ينقصون في المكيال والميزان، فكيف بحال من يسرق أموال الناس، كيف بحال من يتعدى على أعراض الناس على أموالهم ويختلسها ويبخس الناس أشياءهم؟ لا شك أن حاله أشد من حال هذا. إنه أولى بالوعيد من مطفف المكيال والميزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يعتقد أولئك المطففين أن الله سبحانه وتعالى باعثهم ومحاسبهم على عملهم أو على أعمالهم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم على القليل والكثير وهم فيه خاضعين لله سبحانه وتعالى رب العالمين، وهم في ذلك خاضعون لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث وكما في كثير من السور والآيات أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيحاسبهم في ذلك اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق قدر ميل، فلا ينصرف أحد وعليه مظلمة لأحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يكب على وجهه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه هو المفلس. نعم. المحور الثاني تهديد المطففين المكذبين.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ليس الحق فيما هم عليه، لأن الكفار يعتقدون أن ما هم فيه أو ما هم عليه أنه هو الحق. فالله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين أن ما عليه الكفار إنما هو باطل بحت، وأن ما عليه المؤمنين أنه هو الحق، وأنهم يصبروا على ذلك الحق ويتمسكوا به، وهذه بشارة للمؤمنين. ليس الحق فيما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان فليرتدعوا. الله سبحانه وتعالى من رحمته يأمرهم ويحذرهم ويخوفهم، وأحيانا يبشرهم، يذكر لهم الوعد والوعيد حتى ينزجروا عن المعاصي التي توردهم النار، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بجميع الناس، فهو أرحم الناس، فهو أرحم بالناس من أنفسهم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في غزوة تبحث عن ولدها، فلما رأته قال للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. فلذلك الله سبحانه وتعالى نهاهم وحذرهم من هذا الإثم العظيم حتى لا يكون مصيرهم النار. ومع أن الله سبحانه وتعالى كتب أسماء أهل النار وأسماء أهل الجنة فلا يزاد ولا ينقص، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إليهم الرسل، كما في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا القدر الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قدر القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الكوني هو أن فلان من أهل النار أو فلان من أهل النار، هذا القدر الكوني فهو مكتوب فلا يزاد فيه ولا ينقص. والقدر الشرعي هو أن الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويحب الخير ويأمر بالإيمان ويأمر بالخير كما يأمر بالصلاة. فإن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به. نعم. إن مصير الفجار ومأواهم لفي ضيق، يعني كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما هذا الضيق؟ أسمع. كتاب مرقوم، أي مكتوب كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى. ويل يومئذ للمكذبين، كما قلنا سابقا أنه واد وهو عذاب شديد. يومئذ أي يوم القيامة للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بوقوع يوم الجزاء. وهو يوم القيامة ورد له أسماء: يوم القيامة ويوم الحاقة والصاخة والطامة إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرت في القرآن. نعم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي وما يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد أثيم، أي ظالم. وما يكذب به إلا كل ظالم كثير الإثم. نعم. اسمح لي فضيلة الشيخ أن أذكر السادة المشاهدين باتصالي بالبرنامج لطرح أسئلتهم واستشكالاتهم على الشيخ. نعم شيخنا، تكملون بقية المحاور التي تعرضت لها سورة التطفيف. المحور الثالث: تأنيسا للمؤمنين كما قلت المستضعفين، أي ليس كما يزعم الكفار أنهم على الحق أو أنهم على الخير، لأنهم لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام زعموا أنه سوف يفرق جمعهم وأنه يسب آلهتهم، وقالوا له يعني قولة أهل الباطل في كل زمان ومكان: أليس آباؤك أفضل منك؟ وهذه المقولة الآن تسمعها عند بعض المسلمين: أن آباؤكم خير من أبنائكم إلى يوم القيامة، وهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، ويدخل في ذلك آباؤه وأجداده. وقالوا له: جئت تفرق جمعنا وجئت بدين جديد وصبأت، إلى غير ذلك من التهم التي قالوها له عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان أرحم بهم من أنفسهم، فكان يدعوهم مع أنهم عرفوا صدقه وأمانته ونصحه وخلقه الجميل،
عليه الصلاة والسلام، وكان يصبر على أذاهم ويدعوهم، حتى لما ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يستقبلوا دعوته بل آذوه عليه الصلاة والسلام، وهو راجع من الطائف إلى مكة تلقاه جبريل والملائكة كل يعرض عليه ما أمره الله به، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وإن شئت، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالهداية وكان يتلطفهم، ولذلك لما جاءه أبو الوليد وذكر له عتبة بن الربيع وعرض عليه تلك المغريات، قالوا: إن شئت زوجناك، وإن شئت ملكناك، وإن شئت أعطيناك من أموالنا. ثم قرأ عليه عليه الصلاة والسلام بداية سورة فصلت إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندها عرف أنه صادق عليه الصلاة والسلام، قال: أناشدك الله والرحيم إلا صمت. نعم، اسمح لي أن أستقبل مشاهد. السلام عليكم الأخت غالفة من نواكشوط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبتي، تفضلي أختي الكريمة بسؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، قلت لك حد صلى مع المسجد ركعة التالي. أيوة. ركعة التالي لين كبرت معاها، لين كبرت معاها سجدت معاها، لين زدت معاها أيوة. سيد التسليم سلم هو وأنا مسيت واقف، كان أنا واقف صلاتي والله. هذا لماذا؟ ما سمعتيه والله، كنت تصلي ما تراعي في الإمام. ما فهمتك أختي، ما فهمنا السؤال. السلام عليكم، أنت معايا؟ أنت قلتي عنك دركت الركعة الأخيرة مع الإمام. إيه والله. أيوة، لماذا سلم الإمام أنت ما زلتي واقفة؟ ما سمعتي؟ ما لا أنا واقفة شكله واقف. أيوة. ترك ما تراعي فيه، ما تراعي فيه. أنا واقف وهو قاعد في جلسته وقاعد. الشيخ فهمت السؤال؟ طيب. هو ما راعي. طيب بارك الله. أيوة جيد جيد، إذا القضية تتعلق بالصلاة بالرؤية. الصلاة بالصوت ودون الرؤية. بارك الله فيك أختي الكريمة، عندك سؤال آخر؟ نعم فضلت الشيخ، نكمل حديثنا عن بقية محاور سورة التطفيف أو سورة المطفف. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أن أنذرهم وحذرهم وخوفهم ذلك الوعيد، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فبعثة النبي من رحمة الله سبحانه وتعالى. الصلاة والسلام. لأن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على ذرية آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسل كما قال الحاكم رحمه الله تعالى: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي والدارين، فمن كذب أي رسول كأنما كذب جميع الرسل. لذلك كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في القصص الواردة في القرآن: كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد، لكن بتكذيبهم لهذا الرسول فكأنهم كذبوا جميع الرسل. قال: وإنما حجب قلوبهم عن التصديق به بما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الذنوب، وهذا هو يعني من خطر الذنوب، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن
تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا. نعم. أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ومرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم بالله. معنا الأخ عبد الله. عرض الحصير عودا عودا. نعم معذر. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الله. لك عن قضية تخصيص 15 شعبان بالصيام. تخصيص 15 شعبان بالصيام. بارك الله فيك. نعم. عندك سؤال آخر؟ بارك الله فيك. نعم. طيب شيخ نكمل حديثنا عن بقية محور سورة الطفين. نعم. فهذه الفتن التي تعرض على القلوب، القلوب ستصير على قلبين، قلب ينكر هذه الفتن واحدة تلو الأخرى، فهي سوف تعرض على القلب كل مرة، تأتي فتنة ثم لا تذهب هذه الفتنة حتى تأتي فتنة أخرى ثم تأتي أخرى ثم تأتي أخرى، وهكذا تعرض على الإنسان. فهذا القلب الذي ينكر هذه الفتن كلها، يعني يعرض عنها ويلتزم بشرع الله ويلتزم بتلاوة القرآن ومجالسة أهل الخير وصحبة أهل الخير، هذا لا شك أنه سوف ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن، وسوف يكون مع المؤمنين. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو خير خلق الله، اصطفاه الله واختاره، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فوصيتي للمؤمنين أن يصحبوا الأخيار، أن يصحبوا الأخيار ويتجنبوا صحبة الأشرار، فإن كما قال الشاعر يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين أخاه. نعم. معنا الأخ سيد محمد وكرمسين. السلام عليكم سيد محمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ويا سهلا بك، حياك الله. يا خير. يا مرحبا، تفضل أخي الكريم سؤالك. أنا عندي سؤال. أيوة. عندي سؤال سيد الفقيه، مدة تصلي الجمعة هون في كرمسين وهي زمن الخريف اللي هو صور الدادية؟ أيوة. كاملة. أيوة. إذا كان من درايه كان في البادية توفر عليها الشروط التالية، لكن اللي جبرت من الناس كيف الليلة جبرت 10 رجالة والله راكية كانت تبدو تصلي والله ما، شنو حكمها؟ واضح السؤال، بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟ حياك الله. الله يحفظك. بارك الله فيك يا مرحبتي. في متصل آخر؟ أنا فضيلة الشيخ نواصل حديثنا عن بقية محور متعلق ب في أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين للمستضعفين. نعم. جزاك الله خير. قبل المحور يعني نعم تكملة، وقالوا إنما حجب قلوبهم عن التصديق به بما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الذنوب. نعم. وذكرنا يعني خطر الذنوب على القلوب، وخطر كذلك صحبة الناس التي هي منحرفة عن شرع الله، وصحبة الأشرار بصفة عامة، وهي المقابل يعني فضل صحبة أهل الخير، فإنهم يدلونك على الخير وينصحونك، فكان الجزاء المكذبين. قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يحجبهم الله سبحانه وتعالى عن النظر إلى وجهه يوم القيامة. وهذا من أعظم الحرمان، أن يمشي الإنسان في طريق يحسب أنه خيرا ويجتهد في العبادة ثم يأتي يوم القيامة فيحجب عن النظر إلى وجه الله، أو يحرم من دخول الجنة. هذا لا شك أنه من أعظم الخسران. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
فتحزن عندما ترى الإنسان وهو يجتهد في العبادة وفي الإنفاق وفي قيام الليل والصوم وإطعام الطعام، ولكنه يذهب هذا العمل كله يذهب هباء منذورا. نعم. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم. معنا الأخ عبد الرحمن من زوارات. السلام عليكم عبد الرحمن. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك الله يا أخي الكريم، مرحبا. يا الخير. ما شاء الله الحمد لله. نرجو من الشيخ صالح الدعاء مسؤولين عن حكم العادة السرية بالنسبة للمتزوجين وغير المتزوجين. بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟ مسؤولين عن قضية قراءة القرآن، كان قد حديث تم يكتبه هو الراسه حديقه يحفظ منه شيء. قد تم يكتبه هو الراسه عاد لك يوقع ولا لقاش، والله لا بد من يكتب يكتبون عند الإمام. والله بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الله يحفظك، بارك الله فيك. في متصل آخر؟ نعم فضل الشيخ نكمل. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقلنا بأن هذا الحرمان الشديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المحرومين، فالمفلس من هذه الأمة من يأتي يوم القيامة بأمثال الجبال حسنات، ولكنه يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا ووقع في عرض هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يكب على وجهه في النار. هذا هو المفلس الذي ما بعده إفلاس، أو هذا الإفلاس الذي ما بعده إفلاس. صلى الله السلام والعافية. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلنا وهذا جزاؤهم يعني يحجبون عن النظر إلى وجه الله. صلى الله السلام والعافية. يحجبون عن النظر إلى وجه الله، والنظر إلى وجه الله هذا من النعيم. نعم. الذي أنعم الله به على أهل الجنة. نعم. اسمح لي أن أستقبل المشاهد سيد محمد من زوارات. السلام عليكم سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. موضوع الحلقة، موضوع الحلقة وقفات مع سورة التطفيف أو سورة المطففين. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيكم وفي جهودكم. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم. آمين يا رب العالمين. سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. ويل للمطففين. نعم. جزاكم الله خيرا. أنا أريد فقط أن أسأل الشيخ. تفضل تفضل. قضية الوقفات مع القرآن، كان رجاج بدي كان دائما يسمع مثلا وقفات مع سورة معينة. كان هو رجاج مثلا في الشبكة، كان قد يسمع مثلا وقفات مع سورة معينة الشيخ من الشيوخ، كان هو قد يبلغ نفس الكلام نفس اللي قال الشيخ ينقله هو بنفس اللي كان ذاك يزمنه هو عود ما يعرف تفسير ولا يعرف اللغة العربية، كان ذاك لاحقه من الشيء ولا ما لاحقه من الشيء. بارك الله فيك. سؤال وجه بارك الله فيك وجزاكم الله خير. آمين يا رب. الله يحفظك بارك فيك. نعم أكمل شيخنا. النظر إلى وجه الله هذا من أعظم النعيم الذي أنعم الله به على أهل الجنة. لذلك في الحديث ينادي الله أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير بيدك، فيقول أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، قال يقول سبحانه وتعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا من أعظم النعيم، ومن أعظم النعيم أن يكشف الله لهم الحجاب فينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. من أراد النظر إلى وجه الله فليحافظ على الصلوات، من أراد النظر إلى وجه الله فليحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه شبرا بشبر وذراعا بذراع. لا يلهي أنه شيء آخر، لا يلهي أنه قول الناس ولا كلام الناس ولا اجتهاداتهم، فالإنسان لا يسأل إلا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل إلا عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لن يسأل عن فلان من الناس ولا عن زيد من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنهم يعني على حسب درجات على حسب أعمالهم، فالناس تتفاوت في الأعمال كما في دخولهم الجنان كذلك، كما قال أبو بكر يا رسول الله
بأبي أنت وأمي ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأنت منهم. وفي رواية قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فهناك من المسلمين من يدخل من باب الصيام فتح الله عليه في الصيام، وهناك من يدخل من باب الصوم الصلاة فتح الله عليه في الصلاة في قيام الليل في المحافظة على النوافل، وهناك من يدخل من باب الصدقة، وهناك من يدخل من تلك الأبواب كلها، وهذا لا يعرف إلا بوحي من الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هناك من يدخل من تلك الأبواب كلها وأنت منهم. فلا يمكن الآن أن نحكم لشخص أنه سوف يدخل الجنة أو أنه سوف يدخل من تلك الأبواب كلها أو أنه مرحوم أو معذب، هذا لا يمكن، لأنه لا يثبت إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال ثم إنهم لصار الجحيم أي النار سيدخلونها ويذوقون حرها، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم هذا الجزاء الذي كنتم به تكذبون. من الفوائد التي أخذنا من السورة أولا خطر الذنوب على القلوب، خطر الذنوب على القلوب. أنا أتدش أسمح لي أن أجل الحديث عن فوائد السورة إلى ما بعد الإجابة على أسئلة السادة المشاهدين حتى نتأكد من أننا وجدنا وقتا لهذه الأسئلة. نعم، الأخ عبد الله يسول عن أو الأخت الغاضبة هي الأولى، سألت عن من صلى مع المسجد نعم الركعة الأخيرة بدونها تصلي مع الإمام وهي في مكان آخر، بالتالي لم تسمع بقية صلاة الإمام حتى سمعته وهو يسلم، ماذا؟ نعم، من شروط الصلاة مع الإمام المتابعة، وهذه واجبة، فلا يتقدم الشخص على الإمام ولا يتأخر عنه تأخيرا ينتهي هو من الركن الذي هو فيه ويدخل في الركن الثاني، وكذلك لا يزاحم الإمام، يعني يركع معه، يكون ركوعه مع الإمام أو تكبيره مع الإمام. والأفضل وهو السنة أنه المأموم لا يركع حتى يرى الإمام قد اطمأن راكعا، ثم لا يسجد حتى يرى الإمام قد اطمأن ساجدا، وهذا هو السنة التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان قائلهم يقول كان أحدنا لا يحني ظهره حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ساجدا فنقع بعده سجودا. هذه هي المتابعة المطلوبة في المذهب. إذا تأخر المأموم عن الإمام ثم انتهى الإمام من الركن ودخل في الركن الثاني أنه أن يكون هذا الركن فاتح على المأموم ثم يلحقه في الركن الثاني ويأتي معه، فإذا انتهى الإمام من الصلاة يأتي هو بهذا الركن مثلا فتكون فاتته ركعة مثلا. ولكن الأخت التي سألت أنها يعني اللي فاتت التسليم مع الإمام، الظاهر والعلم عند الله أنها تجلس ثم تأتي بالتشهد كاملا ثم تسلم. وأريد هنا أن أنبه على مسألة، وهو أن بعض المأمومين أو أغلبهم يزيد في التشهد شيئا ليس منه، وهو قولهم أشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها. هذه عقيدة لكل مسلم، يجب على كل مسلم أن يشهد ويعتقد ويوقن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق لأن الله ذكرهم في القرآن، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأيضا يجب عليه أن يعتقد أن هناك بعث بعد الموت، بعدما يموت الناس سوف يبعثون ويحشرون إلى الله حفاة عراة غلا كما بدنا أول خلق نعيده ويحاسبهم الله، هذا عقيدة، لكن محلها ليس هنا. فعندما ينتهي الإنسان من التحيات ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تكون صلاته قد تمت. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. معنا أيضا الأخ عبد الله يسول عن تخصيص 15 شعبان بالصيام.
تخصيص وأحيانا أحياء ليلة نصف من شعبان. نعم في بعض خير. المناطق تخصيص يوم بعينه لا يثبت إلا بشرع وحي من الله، لا بد أن يرد دليل أن هذا اليوم يصام بعينه كصوم يوم عرفة أو صيام يوم الخميس والاثنين أو ثلاثة أيام الأيام البيض، هذا وردت نصوص من الشرع. أما صيام يوم من شعبان بعينه خصوصا فهذا لم يرد في الشرع، وإنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان، وكان الصحابة كثير منهم لا يستطيع القضاء إلا في هذا الصوم في هذا اليوم الشهر. نعم الأخ سيد محمد من كرمسين سول عن يبدو المنطقة هناك في كرمسين، إذا كانوا في المدينة يصلون الجمعة وإذا ذهبوا إلى البادية مثلا في مرحلة مراحل العام، سؤاله هل يصلون الجمعة كما كانوا يصلون بغض النظر عن شروطها؟ من شروط المذهب المالكي في الجمعة الاستقرار، أن يكون الحي مستقر، هذا من شروط المذهب. وهناك مذاهب أخرى، المذهب المالكي من شروط الجمعة الاستقرار. نعم سؤال أيضا عن أخ آخر أعتقد من زوالات، سؤال عن حكم العادة السرية أو الاستمناء باليد بالنسبة للمتزوجين أو غيره. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا المجال بيانا واضحا شافيا للناس وهو الزواج، أن الله أباح له الزواج حين يتزوج بامرأة، فإذا كانت لا تعفه يتزوج أخرى، فإذا لم تعفه كذلك يتزوج ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك ملك اليمين أيضا أباحه الله سبحانه وتعالى، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني هذه المباحات التي أباح الله وفتح لك المجال، عندك الحق أنك تتزوج بثنتين وثلاث وأربع إذا قبلها المجتمع، وعندك كذلك الحق في ملك اليمين إذا فتح الله على المسلمين وكان هناك إماء جهاد عن طريق الجهاد طبعا، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لهم ملك اليمين ولم يحده. يعني ما يعني إذا شئت أن تكون لك عشرة إماء أو أكثر من ذلك، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني ماذا يريد الشخص بعد هذا؟ نعم سؤال الأخ أيضا من زوارات، سؤال هل يمكن أن من سمع مثلا فقرات من الشرح أو من التفسير هل يمكن أن ينقل هذه الفقرات إلى ويدرسها أو يلقيها على غيره هو ليس من أهل التفسير ولا المعرفة به كما فهمتم سؤالي؟ نعم كتابة القرآن، وأسأل عن كتابة القرآن. هذا سؤال آخر وسؤال أيضا صحيح نعم كتابة سؤال عن كتابة القرآن، هذا متصل آخر عن كتابة القرآن. اختلط علي الأمر، هل يعني يجوز له أن يكتب القرآن وهو لا لا يعرف يعني النحو أو لا يعرف الرسم الإملاء أو الرسم أو الإملاء سميه الإملاء رسم القرآن؟ كتابة القرآن تعبدية، كما نتعبد بقراءة القرآن نتعبد كذلك بتلاوته، وله ضبط خاص به قد لا يتفق مع قواعد الإملائية الأخرى، فقد تكون كلمات محذوفة هنا كما نسميها نحن وهي يعني الكلمات المتصلة، وقد تكون كذلك مفصولة يعني بألف المدية، فهذه لا تؤخذ إلا عن المشايخ عن أهل العلم عن أهل هذا الفن. فكتابة القرآن لا بد لكاتب القرآن أن يكون يعرف كيف يكتب، أو لا يعرف يأخذ مصحف ويكون مثل المصورة التي تصور فينقل الكلمات كما رسمت في المصحف حتى لا يقع في الإثم. وأما نقل الدروس والمحاضرات فهذا يشترط فيه الأمانة أولا، أن يكون الناقل أمينا فلا يزيد على المتكلم، لأنه إذا زاد عليه يكون قد تعدى على حق من حقوقه فيكون خصيمه يوم القيامة. ثانيا الضبط كذلك، أن يكون ضابطا يحفظ ما يسمع، فإذا لم يكن ضابطا يمكن أن يقول المقولة يعني على وجه آخر أو يفهمها على وجه آخر.
فيشترط يعني شروط منها هذه، فلا بد أن يكون أمينا ويكون كذلك ضابطا يعني يحفظ ثم يبلغ. لكن إذا ما استطاع أن يبلغ عليه أن يعمل بما يستطيع، كما قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزوا إلى ما تستطيع. حتى لو لم يعرف الإنسان إلا سورة الفاتحة عليه أن يذهب إلى شيخ من القرآن ويصحح عليه هذه السورة فيقرأها عليه حتى يقول له الشيخ: قراءتك للفاتحة صحيحة. ثم هو يقرأها أمام الناس أو يعلمها للناس. هناك كثير من الناس لا يحسن قراءة الفاتحة، موجودين كثير من الناس لا يحسن قراءة الفاتحة. فإذا كان هو يحب الخير ويحب تبليغ الخير والدعوة فيمكنه أن يعمل فيما هو قادر عليه، وأن يدع الأمور التي ربما تكلفه عناء أو ربما لا يحيط بها، أو إذا حاول أن يعمل بها ربما يقع في الإثم. نعم، فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. لنعود إلى الفوائد التي نستفيد من هذه الآيات أو هذه السورة، سورة المطففين. أظن بقي جزء من سؤالي وهو وقفات مع سورة معينة. نعم صح. هذا هو اللي فهمت من السؤال، هو هذا وقفات مع سورة ونفس سؤال التفسير. نعم، وقفات مع سورة معينة لا إشكال فيها، لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان بذلك أنه لا يتعبد الله إلا بهذه السورة فقط، كسورة الإخلاص مثلا، وباقي القرآن أنه لا يتعبد الله بذلك. أما إذا كان هو متعود على قراءة سورة الإخلاص لأنه يحبها فهذا لا إشكال فيه، كما كان ذلك الصحابي الجليل يختم لأصحابه في القراءة بسورة الإخلاص فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله النبي قال: لأنني أحبها. قال له: إن الله أحبك كما أحببتها. إذا كان لهذا المقصد فلا إشكال فيه، أما إذا كان للمقصد الذي ذكرت أولا فإنه يكون لا يجوز، لأنه لا يتعبد الله إلا بهذه السورة، فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بتلاوة القرآن كله. فلا شك أن نعم. شيخنا في دقيقتين، ماذا عن أهم الفوائد التي نستفيدها من هذه السورة؟ الفوائد أولا خطر الذنوب على القلوب، خطر الذنوب على القلوب، لأن المطففين لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون من الإثم والمعاصي، فيعني كان مثل الغشاوة على قلوبهم فصاروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فغطى الران على قلوبهم. ولا شك أن هذا خطر عظيم، أن يحجب الإنسان عن الخير فلا يراه خيرا. ترى الناس الآن التي تعرض الذين يعرضون عن الدعوة أغلبهم ليس مقتنع بأن هذه دعوة إلى الخير، قد يكون حرمان من الله لهذا الشخص بأن حجبه عن هذا الخير. الله سبحانه وتعالى لم يرد من هذا الشخص أن يكون من أهل الخير، كتبه من أهل الشقاوة ومن أهل النار. فالمسلم يحذر من هذا الخطر العظيم، ودائما يحاسب نفسه، يتفحص نفسه، ويلتزم بشرع الله، وينتهي عن المعاصي. ولا شك أنها يعني واضحة، حتى أهل الإثم واضح لهم يعني أن ما هم عليه أنه إثم. لذلك المدخن يستحي أن يدخن أمام كثير من الناس، والمتبرج عندما ترى الإنسان المرتزم تتستر. نعم. فلماذا؟ باختصار، لأن الوقت أصبح ضيقا. نعم. الفائدة الثانية حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه تكلمت عليه. الثالثة السخرية من أهل الدين، السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار والمنافقين. لذلك في سورة التوبة لما خرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سخروا منهم، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى بذلك العتاب الواضح في السورة. نعم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ محمد الحميد المدرس بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لكم على المشاركة في هذه الحلقة وعلى إجابتكم لأسئلة سادة المشاهدين. مشاهدين الكرام، أقول لكم تحيات فريق على البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.